مرحبا، شكرا للجميع لانضمامكم. اليوم حنحكي عن برامج إدارة الوزن اللي هن الكلين 9 والاف 15. هو برامج مهمين جدا للعالم اللي حابين مثلا يخسروا شوية وزن، ينتبهوا على وزنهم، يصيروا عندهم نمط حياة صحية أكثر. وهو البرامج كمان فيكم تستخدمون دغري بعد الدي اكس 4. اوكي، فالترتيب بيكون بهالحالة. اول شيء ببلشوا بالدي اكس 4، بيرجع ببلشوا بالكلين 9، واخر شيء ببلشوا بتكفوا بالاف 15. هلا خلينا نحكي اول شيء نبلش بالكلين 9. انا كمان عملت قبل محاضرة على الدي اكس 4، فيكم تحضروها على اليوتيوب اذا حابين تعرفوا اكثر عنها. وكمان انا حكون بالشارقة ان شاء الله الاسبوع الجاي، عم بعمل محاضرة هونيك بفرعنا بالشارقة عن الدي اكس 4. خلينا نبلش ببرنامج الكلين 9. كتار من العالم ما بيعرفوا كتير اول شيء مزبوط استخدام هذا المنتج او البرنامج، وحنحكي كمان عن كل منتج شو فوائد كل منتج. اول شيء بعلبة الكلين 9 حتلاقوا في خمس منتجات. أول منتج هو الألوفيرا جيل، حيكون في علبتين من الألوفيرا جيل، حيكون في الفوريفر لايت ألترا شيك، حيكون في مثل علبة صغيرة بقلبها المكملات الغذائية اللي هن ثلاثة، اللي هن الفوريفر غارسينيا، الثيرم والفايبر. هيجي كمان كتيب بالإنجليش وبالعربي مفصل عن كيف تستخدموا هذا البرنامج، وبرنامج مدته لتسعة أيام. أوكي، سو كتير هين استخدامه وكتير عنده فوائد حلوة. هلا هنحكي عن الفوائد، وبقلبه خمس منتجات فقط. هلا أول يومين بتكونوا ما عم تاكلوا وجبة، بتكونوا بس عم تاخدوا مكملاتنا الغذائية مع اللايت ألترا شيك والألوفيرا جيل. بيرجع من نهار الثالث لنهار التاسع بتاخدوا وجبة واحدة بالنهار حوالي 600 سعرة حرارية. هلا هل تستطيع الحصول على مظهر أفضل وشعور رائع في تسعة أيام فقط؟ والجواب هو نعم. بيساعدكم برنامج الكلين 9 في بدء رحلتكم للحصول على جسم أنحف وأكثر صحة. وهذا البرنامج فعال لإزالة السموم كمان من الجسم، والذي يعني يعد سهل الاتباع مثل ما ذكرنا. بوفر كمان ادوات اللي لكم لتحتاجوا اليها لتبداوا يعني تبداوا العمليه تشكيل جسم من اليوم. اوكي، منتج كثير هين، برنامج كثير هين استخدامه. عندكم كل شيء ادوات تحتاجونه بقلب هذا البرنامج. اوكي، وبخليكم تحسوا حالكم اخف وانضف، وتبلشوا كمان اذا حابين تخسروا بعض الوزن لتهتموا بجسمكم يعني بالإجمال. هلا خلينا نحكي عن كل منتج بالتفاصيل أكثر. أول منتج حيكون هو الفوريفر ألوفيرا جيل. الألوفيرا جيل معروف إنه بنظف وبيدعم يعني كل شيء خاصه بالجهاز الهضمي، وحتى كمان بيساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الأكل. فحتكون في علبتين من الألوفيرا جيل، حتكون عم تاخذ تقريبا حوالي 120 مليلتر كذا مرة بالنهار. أوكي، والعناصر اوكي مثل ما ذكرنا حيكون في لكن قلنا علبتين، كل علبه هي لتر بقلب الوفيرا. واهم شيء انه لما تفتحوا العلبه ترجعوا شو عملوا دغري تحطوها بالبراد. اوكي، هذا اهم شيء. هلا الفوريفر فايبر هو المنتج الثاني اللي حتلاقوه بالعلبه. الفايبر مهم جدا خلال الكلين 9 لانه حيعطيكم الاحساس بالشبع. اوكي، لانه الفايبر يعني اللي هن الالياف بيدوبوا بالماء وبينفخوا بالمعده لما تشربون، فبيعطوا شعور بالشبع وبالامتلاء، فبهالحاله ما حد جوعوا خلال البرنامج. بيرجع عندنا الفوريفر ثيرم، بيحتوي منتج الثيرم على مزيج من الكافيين او حتى كمان خلطات اخرى من النبات يعني النباتيه وفيتامينات، بتساعد على دعم التمثيل الغذائي. اوكي، بتسرع التمثيل الغذائي، فهذا الشيء مهم جدا للواحد اللي حابب يخسر بعض الوزن، يخسر بعض الدهون. ففيكم تاخذوا حبتين ثيرم بالنهار. هلا حنحكي اكثر بالتفاصيل كيف الجدول اتباع المنتجات. بيرجع عندنا الفور فور فور ايفر غارسينيا بلس،
الجارسينيا بلاس منيح جدا لأنه بيساعد يعني بيمنع امتصاص الدهون من الأكل تقريبا، وحتى كمان منيح جدا لأنه بيساعدكم على تقليل الشهية، وكيف ما بتحسوا حالكم جوعانين لما تاخذوا الجارسينيا. فهذا موضوع مهم جدا خلال الكلين لاين. واخر منتج حتلاقوه هو الفوريفر لايت الترا شيك، هو مثل بروتين شيك بيحتوي على 17 جرام من البروتين بكل وجبه، وهذا الشيء منيح جدا انتم بالكلين لاين. خلال الكلين لاين حتكونوا عم تعملوا تمارين رياضيه، بتكونوا تحافظوا على مستوى العضلات بالجسم، بتاخذوا فيتامينات ومعادن، فبتلاقوا كل هاي الاشياء بقلب اللايت الترا شيك. فيكم تنقوا اذا حابين اللايت الترا بنكهه الفانيلا او بنكهه الشوكولات اوكي او الشوكولاته. فهذا هو هون هن المنتجات ويلي بيتضمنوا يعني ببرنامج الكلين ناين، كثير هينين لاستخدامهم، وبعرف انه كثير منكم اوريدي استخدمهم من قبل. هلا خلينا نحكي شوي عن النتائج اللي حيطلع لكم اياها من خلال هذا البرنامج. اول شيء بدكم تقيسوا وزنكم قبل البرنامج وبعد البرنامج لتشوفوا الفرق، اوكي؟ هذا الشيء مهم جدا، فيكم تكتبوه بالكتيب. نفس الشيء بالدي اكس 4 حيكون عم في تمارين فيكم تكتبوها بالكتيب، كثير بتساعدكم لتقارنوا شو عم بيصير خلال هذا البرنامج. بيرجع كمان سجل التمارين الرياضيه وشو قد الكميه اللي عم تاكلوا فيها خلال النهار، هيك بتشوفوا مزبوط اذا عم تاكلوا كثير سعرات حراريه ولا لا. بيرجع كمان ثلاثة، شربوا كمية كافية من المي، جربوا تشربوا تقريبا حوالي 8 كبايات من المي بالنهار، هيك بخليكم تحسوا حالكم انكم شبعانين، وبنفس الوقت كمان عم تشيلوا السموم من جسمكم، وطبعا بحافظ يعني على مظهر بشرة صحية وكل شيء يعني للصحة الأفضل كمان. هلا الرابع نقطة هي انه جربوا خففوا كمية الملح بالبرنامج لما تكونوا عم تستخدموا الكلين ناين، جربوا ما تزيدوا ملح ابدا على الاكل، وفيكم تزيدوا مثلا غير نوع اعشاب مثل مثلا السينامون الكركم اوكي، هو كثير صحي اكثر من الملح، لان الملح كمان بيحبس مي وبيطلع شوي ضغط الدم. واخر شيء ما تنسوا كمان تتجنبوا المشروبات الغازيه، هذا اهم شيء، يعني كل شيء خاصه بالبيبسي 7 اب جربوا تجنبون كومبليتلي او يعني بالمرة ما تاخذوا منهم خلال الكلين ناين. هون لما تمشوا على هول النصائح حتحسوا حيصير في نتيجة افضل حتلاقوها يعني بعد 9 ايام. هلا خلينا نبلش نحكي على الجدول وكيف فيكم تستخدموا المكملات الغذائيه، لانه كثير من الناس بيضيعوا شوي لما يشوفوا الجدول، بس الجدول كثير هين. هلا اول يومين بيختلف عن اليوم الثالث ليوم التاسع، اوكي؟ اول يومين ما حتكونوا عم تاخذوا وجبه او سعرات حراريه، حتكونوا بس عم تاخذوا المكملات الغذائيه. هلا اول شيء بتبلشوا بوجبه الفطور او الافطار، بتاخذوا 2 غارسينيا، بترجعوا بتنطروا تقريبا حوالي 30 دقيقة، بتشربوا الوفيرا جيل بتخلطوه مع مي، اوكي؟ وبترجعوا بتاخذوا حبة واحدة من الثيرم، بترجعوا بتعملوا شوية تمارين رياضية. هلا التمارين الرياضية في كثير ناس بيسألونا فين نعملهم، الصبح ولا عشية؟ ما فرق ايمتى تعملون، بس مهم تكونوا انتم عم تعملوا اتليست او على الاقل 30 دقيقة تمارين رياضية. نرجع عنا الوجبة الخفيفة، الوجبة الخفيفة قلنا انه لكن لازم تخلطوا الفايبر مع المي بخليكم تحسوا حالكم شبعانين. بيرجع وجبة الغداء بتكونوا كمان عم تاخذوا 2 غارسينيا، بتاخذوا الالوفيرا جيل، تنطروا يعني اكيد نص ساعة بيناتهم، بتاخذوا الالوفيرا جيل تشربوه تقريبا حوالي 120 مللتر مع مي، بترجعوا بتاخذوا ملعقة واحدة من الفوريفر لايت الترا شيك تخلطوه مع حليب او مع مي اذا حابين، وبتاخذوا حبة ثرم. هلا هون بدي اذكر شيء، في كثير ناس بيقولوا لنا انه اول يومين بصير عندهم كثير صداع او وجع راس، هلا هذا شيء طبيعي لانه ما بتكونوا انتم عم تاكلوا وجبه مضبوطه، يعني بتكونوا عم تاخذوا بس المكملات الغذائيه ولايت الترا شيك. هلا بهالحاله اللي فيكم تعملوه انه امرار الثيرم كمان بيكون في كافيين زياده، فانتم لازم تتجنبوا كل شيء خاصه بالقهوه وبالشاي، اوكي؟ واذا حسيتوا كمان بعد في وجع راس خففوا دوز تبع الثيرم، بس مش انه توقفوا الكلين ناين بالمره، اوكي؟
يرجع عندنا وجبة العشاء، شو بتاخدوا؟ بتاخدوا الاثنين كمان جارسينيا، بتنطروا 20 دقيقة أو 30 دقيقة، وبترجعوا بتشربوا ألوفيرا جيل مع مي، ونفس الشيء عشية تشربوا ألوفيرا جيل وبتفوتوا بتناموا. هلا أهم شيء كمان لازم تشربوا كتير مي لإزالة السموم، ولتحسوا حالكم أنتو إنه جسمكم مروي وهايدريتد خلال الكلين نايت. هلا خلينا نحكي من اليوم الثالث ليوم التاسع. بيفرقوا شوي البرنامج، بس على شغله واحده، انه بتصيروا بتاكلوا وجبه واحده بالنهار اللي هي حوالي 500 سعره حراريه. هلا بتبلشوا بالافطار او بالفطور، بتاخذوا حبتين جارسينيا، نفس الشيء يعني بتنطروا 20 دقيقه او 30 دقيقه بتشربوا الالوفيرا جيل، بتاخذوا الثيرم، وهون بتصيروا على الافطار بتاخذوا لايت الترا، اوكي، ملعقه واحده بتشربوها ومع حليب او مع مي. بيجي على الوجبة الخفيفة بتاخدوا الفايبر، يعني انتم مثل ما كنتوا شايفين انا عم بقرا من الشمال من اليمين للشمال، وهي يعني بتكون بتاخدوها يعني مش بالطول، بالعرض، اوكي، بتقروا الجدول. بيجي على وجبة الغداء في ملعقة واحدة من الالترا شيك كمان. هلا هون بدي اذكر، او في كثير ناس بيسالونا فينا ناخذ الوجبة اللي هي حوالي 600 سعرة حرارية على الغداء بدل من العشاء؟ والجواب هو نعم، فيكم تخلطوا يعني بدلوا بين الوجبة اللي هي 600 سعرة حرارية، أو بتاخدوها على الغداء أو على العشاء، وبتبدلوا بيناتها كمان اللايت ألترا شيك. يعني إذا أكلتوا الوجبة على الغداء بتاخدوا اللايت ألترا شيك على العشاء، إذا شربتوا اللايت ألترا شيك على الغداء بتاخدوا الوجبة اللي هي 600 سعرة حرارية على العشاء، أوكي؟ يعني كل واحد حسب أنتو كيف دوامكم بالشغل، إذا بتفضلوا تاخذوا الوجبة بالنهار، إذا جوعانين، أوكي، بيرجع لكم هذا الموضوع. وآخر شيء كمان قبل النوم بترجعوا بتشربوا مي وبتناموا. ما لازم ننسى أكيد لازم تعملوا تمارين رياضية. وفي هلا هنحكي كمان على إذا جعتوا بأول يومين أو من نهار الثالث لنهار التاسع، إذا هيك حسيتوا شوي بالجوع، في شيء اسمه فري فود، أو يعني مأكولات فيكم تاكلوا قد ما بدكم منها، ما بتنصح ما بقلبها كثير سعرات حراريه، مثل الخيار، الخس، هلا حنحكي عنهم اكثر بالتفاصيل، بتلاقون كلهم بالكتيب بالجدول، وحنحكي عنهم هلا. يا حنة، هول هن الاطعمه اللي فيكم تتناولوا منها، هلا هول مسموح فيكم فيهم يعني مسموح بيها تتناولوها. في عنا الاطعمه اللي فيكم تاكلوا منها حصه واحده، في أطعمة فيكم تاكلوا منها حصتين بالنهار، وفي منهم فيكم تاكلوا منها قد ما بدكم، أوكي؟ مسموح من تاكلوها خلال كل البرنامج وقد ما بدكم. هلا أكيد أفضل إنه إذا قادرين ما تاكلوا هول الأطعمة بيكون كتير أحسن، لأن جد يعني تستفيدوا مظبوط، بس إذا رجعتوا أنا دايما بقول نقوا من الأطعمة المسموح بتناولها اللي هو آخر جدول، اللي هن مثل مثلا الجرجير، الكرافس، البصل، الخيار، الباذنجان، السبانخ، كل الخس، كل تاكلوا منهم قد ما بدكم، اوكي، unlimited quantity يعني قد ما بدكم. هلا الاطعمه اللي فيكم تتناولوا منها مره بس بالنهار هن مثل تقريبا بتحكي اكثريتها شوي مثل الفواكه، لانه بيكون فيهم سكر اكثر، فمثلا مثل التوت، مثل التفاح، الكيوي، اوكي، بتنقوا وحده منهم بتاكلوا منها وحده بالنهار. هلا الاطعمه اللي فيكم تتناولوا منها حصتين بالنهار هن مثل مثلا هو الجدول الثاني اللي حتلاقوه هون عندكم، مثل البازلا، الطماطم، اوكي، هون بتشوفون القرنبيط، الفلفل، هو اللي فيكم تاكلوا منه مرتين. واخر جدول اللي ذكرنا منه هو اللي فيكم تاكلوا منه اي كميه حابين تاكلوها وكل يوم، اوكي، لانه ما بقلبهم كثير سعرات حراريه، سعرات حراريه كثير منخفضه. هلا بدنا نحكي شوي عن وجبه العشاء او وجبه الغداء اذا حابين تاخذوها على غداء، اللي هي حوالي 500 ل 600 سعره حراريه. دائما دائما انتم يعني اذا ما حابين تمشوا على شو مكتوب بقلب الكتيب، فيكم تعملوا انتم طريقه، حاعطيكم تيب ونصيحة، إنه قسموا صحنكم نصه يكون خضرة يعني يكون سلطة، بعدين ربع صحنكم يكون نشويات، إن كان بطاطا، إن كان رز، أكيد نشويات تكون صحية بس تكونوا يعني سالقينها،
ومثلا فيكم تاكلوا حتى الكينوا. اوكي هولي كتير صحية. بيرجع ربع الصحن كمان يكون بروتين، بروتين مشوي، يكون دجاج، لحمة، سمك، بيض، تركي. اوكي هذا بيكون احسن طريقة لتمشوا على مثل نوع برنامج صحي. هلا اكيد هون بتلاقوا كمان بتطيب افكار، في مثلا دجاج ورز تاكلوا، فيكم تاكلوا سالمون، كل شيء تحضيره له كثير سهل، وبيعطوكم التفاصيل عن كيف تحضره وشو الكمية اللي لازم تتبعوها. اوكي فهول هني بعض الوجبات. هلا بدنا نحكي شوي على الاف 15. خلصنا الكين 9 مثل ما ذكرنا. اول شيء دائما بتبلشوا بالدي اكس 4 اذا حابين تعملوا الدي اكس 4 اول شيء، بترجعوا بتكفوا بالكلين 9 اللي هو 9 ايام، الدي اكس 4 هو 4 ايام، وبيرجعوا بتكفوا بالاف 15 اذا حابين بعد تخسروا وزن، وتكفوا ببرنامج لاداره الوزن. هلا الاف 15 نفس قلبه بيحتوي على نفس المنتجات تبع الكلين 9، بس الفرق الوحيد هو انه بتصيروا بتاكلوا سعرات حراريه اكثر خلال النهار، وبنفس الوقت كمان يعني مدته 15 يوم، اوكي اسبوعين بتاكلوا سعرات حراريه اكثر، واكيد عم بتكونوا عم تعملوا تمارين رياضيه اكثر. هلا خلينا نحكي اكثر عن التفاصيل تبع الاف 15. هلا حيكون في ثلاث مستويات للاف 15. في مستوى الابتدائي، هول للعالم اللي ما بيعملوا كثير تمارين رياضيه، فافضل دائما يبلشوا بالبيجنر او الابتدائي. بيرجع عنا المستوى المتوسط، المتوسط هو للعالم يلي بيعملوا شوية تمارين رياضية وبدهم يعني يكفوا كمان يخسروا وزن. وآخر مستوى هو المتقدم، هو للعالم يلي بيعملوا كتير تمارين رياضية وهن كتير مثل أثليتس، يعني إنه كل يوم بيتمرنوا وعندهم عضل، بس حابين يتبعوا برنامج ليكونوا صحيين. بليز بس تأكدوا انكم ما عم تحطوا ولا فيديو وحاطين تليفوناتكم ميوت، ميرسي. هلا خلينا نحكي شوي عن الجدول الخاص بالمكملات للاف 15. هلا الاف 15 كثير يعني مش بتشابه الكلين 9 مثل ما ذكرنا، بس تكونوا عم تاكلوا سعرات حراريه اكثر بالنهار، يعني بيكون في ترويقه، بيكون في يعني وجبه للافطار، وجبه على الغداء، وجبه عشاء. اوكي يعني حوالي حتكون عم تاكلوا 1200 سعره حراريه بالنهار، حتكون عم تعملوا تمارين رياضيه، حتكون بنفس الوقت كمان عم تاخذوا المكملات الغذائيه لتخسوا وزنكم. فمثل العاده ببلشوا بالجارسينيا، بترجعوا بتاخذوا الالوفيرا، اللايت الترا، بترجعوا في الفايبر. وجبه الغداء حتكون حوالي 450 سعره حراريه. اوكي وجبه العشاء نفس الشيء. هلا للرجال فيكم تزيدوا انتم 100 سعره حراريه اكثر على الغداء وعلى العشاء، بيحرقوا اكثر عاده بالرجال. ما رح نرجع نفوت بالتفاصيل لانه حكينا كل شيء عنهم بالكينان، بس يعني اهم شيء انه تقروا انتم الجدول بهالطريقه، بطريقه يعني بالعرض من اليمين للشمال. هلا تفضلوا بليز عندكم اي سؤال عن البرامج تفضلوا اسالوني. بس حابة أذكركم إنه مين موانع يعني استخدام برنامج كلين 9 والاف 15. أول شيء عنا العالم اللي هن أكيد الحوامل، اللي يعني المرأة الحامل أو المرأة اللي عم بترضع ما فيها تستخدم هدول البرامج. بعدين العالم اللي عندهم مشاكل بالكلى أو بالكبد كمان أفضل يتجنبوا. والعالم اللي عملوا عملية مثلا قلب مفتوح أو عملية يعني خطرة من شهر لثلاث اشهر، اوكي افضل دائما تستشيروا طبيبكم قبل استخدام هالمكملات او هذا البرنامج. تفضلوا اذا حابين تسالوا اي سؤال هلا على الكلين 9 او على الاف 15 لساعدكم ولجاوبكم على الموضوع. عندنا سؤال، كم مدة الكورس؟ الكورس هو 9 أيام. أوكي مدته 9 أيام للكلين 9، والأف 15 مدته 15 يوم، يعني مثل ما مكتوب بأساميهم، يعني من أساميهم ببين الكلين 9 9 أيام
والاف 15 15 يوم. وإذا حدا منكم كمان جرب هدول المنتجات أو البرامج وحابين يعطونا رأيهم أو الفيدباك أو تجربتهم كيف كانت، بليز تفضلوا هلا خبرونا شو كيف استفدتوا. في سؤال، هذا سؤال مهم جدا، هل يمكن أخذ الكورس كامل أم ممكن كمان كل منتج على حدا؟ هلا هو أكيد أفضل لعن جد لتاخذوا افضل نتيجه تاخذوا الكورس مثل ما هو اللي ذكرناه هون، هن الخمس منتجات هو لتخسيس الوزن، يعني لاداره الوزن كل هالاشياء. بس اذا حابين كمان تاخذوا بس كل مكمل او كل منتج لحاله، فيكم كمان تعملوا هذا الشيء. اذا حابين مثلا منتج لقطع الشهية فيكم تبلشوا بالجارسينيا، منتج للجهاز الهضمي بتاخذوا الالوفيرا جيل، منتج للتمثيل الغذائي بتاخذوا الثيرم. فكل منتج يعني اكيد بيعطي مثل عنده بنفيتس يعني خصيصا له. في سؤال، اذا حدا عنده ضغط او سكري بيقدر يستخدم المنتجات؟ هلا برجع بقول كل شيء خاصه بالمشاكل الصحيه او امراض افضل دائما الواحد يستشير طبيبه. هلا الضغط بيقدروا يستخدموه للبرنامج بس بدون الثيرم. اوكي، الثيرم بيحتوي على الكافيين شوي فأفضل يتجنبوا الثيرم يعني. أما بالنسبة للي عندهم سكري كمان إذا ما عم ياخذوا أنسولين فيهم يستخدموا البرنامج بس من النهار الثالث لنهار التاسع، يعني خلينا على الأقل ياكلوا وجبة بالنهار. يعني كمان بيصير بيقصد ضغطهم أو بيقصد السكري عندهم إذا ما كثير بياكلوا خلال النهار. أوكي، فيعني دايما بيرجع كل واحد على حسب شو عم ياخذ، أي أدوية عم ياخذه، فأفضل دايما واحد يستشير طبيبه. شكرا للكومنت الحلوين، وعن جد شكرا لانضمامكم كلكم. حننهي المحاضرة، وإذا تذكرتوا بعد إذا في أي كومنت أو سؤال فيكم تتواصلوا معنا أو تتواصلوا مع خدمة العملاء. أنا حدا عم بيقول إنه حدا عم بيستخدم الدي اكس 4، والله أوكي كيف كانت الدي اكس 4 تجربتكم؟ في عنا إنه حدا عم بيقول ما في عنده الشيك. إذا اشتريته الكينين من يعني فروعنا، لا لازم يجي مع شيك، يعني ما بعرف من وين بركي جبتوه. أفضل دايما يعني تشتروا كل منتجاتكم من فروعاتنا، أو مش نطلع لكم كل المنتجات يعني اللي بقلب العلبة. عندنا سؤال، هل يوجد أثار سلبي أو خفقان أو ما شابه؟ لا، عادة ما مفروض يكون في أثار سلبي لأنه هو بس يعني الكلين على 9 أيام. أوكي، بس بيكون أول يومين حتحسوا حالكم شوي تعبانين، هذا شيء طبيعي لأنه ما بيكون في كتير أكل، يعني عم تنظفوا جسمكم فطبعا حتتعبوا شوي، بس غير هيك اذا كنتوا بصحه جيده ما مفروض يكون في اي اثار سلبيه. وعندنا حدا عم بيقول انه الدي اكس 4 كان سهل كثير ومريح للجسم ونزل وزنه كمان. هذا شيء رائع جدا، شكرا جزيلا لهذا الفيدباك الحلو. اوكي جايز، حننهي هلا المحاضره وبرجع بكون معكم انا كمان قريبا جدا. باي باي.